السيرة النبوية 4، 7 شفاعات للنبي يوم القيامة. النبي عنده لينا 7 شفاعات يوم القيامة. الشفاعة الأولى شفاعة عامة للبشر كلهم، مسلم وغير مسلم، لأن الناس هتقف يوم القيامة وقت طويل لا يكلمها أحد، فتبحث عن من يشفع لها عند الله ليبدأ الحساب، فيذهبوا لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى حتى يصلوا إلى عيسى عليه السلام، فيقول لهم اذهبوا إلى محمد. يقول النبي فأسجد تحت العرش وأحمد الله بمحامد لم يحمده بها أحد من قبل، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأشفع في بدء الحساب. الشفاعة الثانية شفاعة النبي للمسلمين من عطش يوم القيامة، لما نقابله على الحوض فيسقين من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. الشفاعة الثالثة شفاعة بالمغفرة لأصحاب المعاصي الكبيرة، لأن ملهمش يومها إلا رسول الله، فلو عرفوه لأحبوه. الشفاعة الرابعة شفاعة بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن ربنا حيقول يوم القيامة يا محمد هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فيقول النبي فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,000، يعني 4,900,000. الشفاعة الخامسة شفاعة الأمة كلها لتنجو من النار، لما يقول الأنبياء نفسي نفسي يا رب سلم يا رب سلم، ويقول النبي يا رب أمتي يا رب أمتي، فتنجو أغلب أمته إلا من كان شديد المعاصي. الشفاعة السادسة شفاعة في إخراج من دخل النار من أمته، يقول النبي فأشفع لأمتي حتى يقول له الله يا محمد أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الشفاعة السابعة شفاعة في مرافقته في الجنة، يقول النبي المرء يحشر مع من أحب، لكن في شرط للشفاعة دي وهي حسن الخلق، لأن النبي بيقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. اللهم اكتبنا رفقاء النبي في الجنة بحبنا له، اللهم حسن أخلاقنا ليكون النبي شفيعا لنا يوم القيامة. انشروها عشان يتعلم شبابنا وولادنا سيرة نبينا.